السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في غربه. نواصلوا مع الجزء الثاني للحوار المطول نوعا ما لوليد صادي حول ما يتعلق بكاس افريقيا 2025 وكاس افريقيا 2027. وليد، في ظل الدبلوماسيه الرياضيه الكواليس اللي قلت عليها، الجزائر قدمت بملف ترشح الاحتضان كان 2025 وكان 2027. هل الجزائر وليد صادي قادره باش تحتضن هذه المنافسه اللي كثير من سنيناها؟ وهل لعبه الكواليس لها دور كبير في هذا الوقت بالذات بخبرتك وتجربتك؟ لا، شوف، الجزائر قادره حتى تنظم اكثر من كاس افريقيا، لانه بحقيقه بالمنشات الرياضيه المتواجده اليوم وبفضل القياده الرشيده اللي في البلاد اليوم حاجه لا تخفى، يعني العام والخاص كل العالم يدري ان الجزائر عندها قوه خاصه في المنشات الرياضيه. اما كما قلت، الكواليس الرياضيه تلعب لعبتها خاصه في افريقيا. للاسف انا عشت في بعض اللجان، شفت بعض الامور خارج الاطار الرياضي، يعني الاختيار ما راحش يكون على المنشات الرياضيه، راح يكون على لعبه الكواليس الرياضيه. انا وش راني نتبع كمتبع من الخارج، اظن انه حاليا الناس ما لعبتش دورها في الكواليس حتى انه الجزائر تفتك ملف 2025. يعني ان شاء الله احنا نتمنوا الخير، لكن نشوف بالحظوظ ضئيله جدا لافتكاك تاشيره تنظيم كاس افريقيا 2025. ولذلك فضلنا ثاني ترشح لي 27. طبيعة الحال الجزائر المنشآت اللي عندها يقدر تروح، ما اخذيناش 2025 2027، لكن ما يحاك حاليا في الكواليس اظن انه من بعض الاطراف راهي تشتغل حتى تحرم 2027 الجزائر، لانه الشيء اللي وصلت ليه الجزائر ازعجت كثير بعض الدول، ازعجت كثير الدول، اصبحت الجزائر السيبله كما نقولوا احنا رقم واحد. لذا كلهم راهم يشتغلوا على اساس انه 2025 و2027 الجزائر ما تخش الملف تاع التنظيم. وانا لابد الفطنه يعني او كما يقولوا نديروا حسابنا لهذه الامورات هذو ما حتى نجتمع. بيسير لازم نديروا حسابنا، كل شيء يعني ظروف النجاح متوفره في البلاد. اظن انه وش بقات الكره بقات عند المسيرين تاع الاتحاديه. يعني انت في بالك انت مش وزير في الحكومه الجزائريه اللي راح يلعب دور الكواليس، الرئيس الاتحاد هو اللي مفروض عليه انه يقوم بالعمل هذا، لانه اليوم لو تشوف رؤساء الاتحاديات ما كاش عندهم دعم كبير اللي راه كيما دعم الجزائر. لذا نظن انه لازم على الاتحاديات تتحرك باش على الاقل نعاودوا نسترجعوا المكانه تاعنا برا. اذا كلام وليد صادي فيه يعني بعض الحقائق. لما تكلم على كأس أفريقيا 2025 وقال باللي صعب 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 نتحصلوا عليها، وهذا أمر يعني نقوله بمنطقة بنسبة كبيرة. 2025 في ظل دائما نقولوها وهذه حقيقة، اللي حب واللي ما حبش الله يسهل عليه، هذه حقيقة. 2025 أمور محسومة، الكواليس وثم الكواليس وثم الكواليس. 2027 كاين أمل، 2027 كاين امل، لكن امل ما يجيش وحده، انت تسعى للامل، انت تخدم، انت لازمك تخدم للامل، انت لازمك ما تبقاش مربع يديك، انت ما تبقاش مربع يديك، لازمك تتحرك، لازمك تدير علاقات، لازمك تدير علاقات. لو مثلا نشوفه في كاس افريقيا تاع المحليين تاع الشان وكاس افريقيا لاقل من 17 سنه، الأفارقة كانوا عندنا ولا لا؟ كانوا ضياف عندنا ولا لا؟ هذيك هي الفرصة نتاعنا، ما عرفناش نستغلوها. ما عرفناش نستغلوها وهذه حقيقة. رئيس الاتحاد الجزائري دخل في صراع مع جزائري آخر اللي هو عمارة، هذه في كأس أفريقيا للمحليين، عوض أنه يلم الشمل ويدير علاقات مع بعض الاتحادات الإفريقية ويجيب أرقام هواتفهم ويعرضهم نقولوا مأدبة عشاء أو غداء ولا كذا ويحاول يقرب منهم. لا، الناس تخطط وتهندس، الناس جابت الأفارقة في بلادهم، الناس جابوا الأفارقة ولعبوهم في بلادهم. نعم، لعبوهم في بلادهم وجابوا لهم، وفروا لهم كل شيء، حتى من العتاد الرياضي وفروه لهم، يلعبوا ويديروا تربصات، كل شيء خالص على واه باش يكسب علاقات. احنا اللي عندنا لا يفهموا بزاف. عندك انت راك عارض الناس، ندير علاقات،
كاس افريقيا المحليه سيدي معليش نقولوا غلطت وما عرفت ولا ثلاثة، وكاس افريقيا لاقل من 17 سنه، هذه الفرصه تاعك ندير علاقات مع كل من مع كل الاتحادات الافريقيه، ارقام هواتف نعرضها من العشاء للغدا كذا، نقرب منهم على الاقل نضمن اصوات، على الاقل نضمن اصوات. بصح اللي عندنا لا ما نديروش الحوايج هذه، احنا هذا فلان قال، هذا فلان، هذا قال، هذا ما قالش، هذا قال، هذا ما قالش، نقول نعسوا في بعضنا. والخاسر اكبر طبيعة حال الجزائر. ناس تقول باللي باش نجاوبهم، من حقهم، كل واحد عنده الراي والراي اخر، نحترم كل اراء. على 2017 ما عطاوناش كاس افريقيا، زعما كاين روراوه والدبلوماسيه الرياضيه وعنده علاقات صح. انا راح نجاوبك بنفس السؤال اللي طرحته، هل كان عندنا في وقت روراوه ملاعب مثل ملعب نيلسون مانديلا؟ هل كان عندنا ملاعب مثل ملعب قسنطينة؟ هل كان عندنا ملعب أرضية تحفة مثل عنابة؟ هل كان عندنا ملعب مثل تيزي وزو؟ شفتوا تيزي وزو قمة. هل كان عندنا ملعب مثل ملعب وهران ميلود هدفي؟ إذن روراوة يقدر يجيب لك الإضافة في الوقت 2016-2017 كما نقولوا بالكواليس، يقدر يعاونك دبلوماسيا، بس ما عندكش ملاعب أخويا، أنت ما عندكش ملاعب، ما عندكش ملاعب، هذه حقيقة. وروراوة كان يحارب في 2016، والناس تعرف القضية هذه، الناس تعرف القضية هذه 2016-2017 ومن بعدها راح. وشكون اللي قادر يدعمه في 2016 و17 باش يبقى في الكاب، بصح ما حبوش يدعموه، وزاد ايضا خسر في الجزائر ونحاوه بطريقه دراماتيكيه وطريقه معروفه. اذا الان الفرصه بين يدينا، عندنا الملاعب، كل الظروف مواتيه، ماذا ينقصنا؟ ينقصنا الكواليس، الدبلوماسيه الرياضيه تنقصنا الكواليس، هذا واش ينقصنا. يعني شيء مؤسف انه ناس ضياف عندنا وما قدرناش نديروا معاهم علاقات، هذه اللي تغيظ، سواء في كاس افريقيا المحلي او كاس افريقيا اللي الاقل من 17 سنه. الان وليد صادي يعني بحكم انه كان في الاتحاد الافريقي ويعرف شويه بعض الكواليس، قال لك 2025 نقدر نقولوا ننساوها، 2027 مازال امل قائم، بصح 2027 تطلب لها كواليس، تطلب لها عمل جبار من الاتحاد، من رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاديه، ماهوش الوزير، الوزير ما يقدر يدير لك والو، الوزير ما يقدر يدير لك والو، لازمك انت كرئيس اتحاد تشمر على يديك وتخدم وتبدا دير علاقات. والفرصه كانت عندنا اللي تغير، الفرصه كانت عندنا وصلتنا، زوز كؤوس افريقيه كانوا في بلادنا، زوز كؤوس افريقيه كانوا في بلادنا، كاس افريقيا المحليين وكاس اقل من 17 سنه، بصح ما قدرناش نديروا علاقات، احنا مشغولين بعماره، كيفاش عماره يدخل وما حقوش يدخل عماره الجزائر ولا يدخل الفندق اللي رانا فيه هنا، لازم يخرج عماره، رغم انه عماره عضو في اللجنه الماليه تاع الكاف. هذه هي حقيقه، هذه حقيقه، نبقاو كيما هك، نبقاو منعزلين عن العالم، نبقاو كيما هك، الناس تستفيد، الناس تخدم، الناس دير علاقات، الناس تطور كرة تاعها بالعلاقات نتاع بين الاتحادات الإفريقية، الناس تستفيد من المشاركات الإفريقية مثل دوري السوبر ليج الإفريقي، احنا ما نقدرش نشاركوا، وعندنا أندية وما نشاركوش، الصيف ما تقدرش تشارك، الجياسكا، لياسما، بينما جيراننا يشاركوا، علاقات، هذه العلاقات. والمخاسر الأكبر هي الجزائر. إذا في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.